طيب لاعبتنا بقى اللي تعرضت لاصابات واجرت عمليات جراحيه في الساعات الاخيره، اكرم توفيق ومصطفى شوبير. الحمد لله مصطفى شوبير يمكن اجرى جراحه ناجحه في غضروف الركبه، وقدامكم دي صوره لمصطفى واكرم مع دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النمسا. النهارده باذن الله الثلاثه هيرجعوا الى القاهره، ودكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي يمكن طمئن الكل على حاله مصطفى شوبير وقال الحمد لله الحاله مستقره بعد الجراحه اللي تمت بنجاح. ومصطفى شوبير هيحتاج تاهيل من 3 إلى 4 أسابيع، يعني بنتكلم في حوالي شهر، لكن ان شاء الله باذن الله نطمئن عليه بعد هذه الفتره. الحمد لله على سلامتك يا مصطفى، الحمد لله على سلامتك يا اكرم، باذن الله نطمئن عليكم وان شاء الله الفتره الجايه ترجعوا زي ما كنتوا قبل كده واحسن كمان في الملاعب. عدم المشاركه في كاس العالم للانديه ده نصيب، لكن ان شاء الله باذن الله ترجعوا ويبقى عندكم مساحه انك تكونوا موجودين مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللي هينطلق في شهر فبراير باذن الله الفتره الجايه. اكرم بالنسبه له الموسم انتهى، لكن ان شاء الله نتمنى يا رب تكون اخر اصابه، لان اكرم حظه سيء جدا وحظنا احنا كمان سيء معاه، اصابتين برباط صليبي في اقل من سنه، فشيء صعب جدا، لكن 1000 مليون سلامه عليك.